البركة أصبحت وسائل النقل العمومي لا تتجاوز اليوم 30% من وسائل النقل المستعملة، بينما كانت هذه النسبة في أواسط السبعينيات أكثر من 68%. تراجع عدد الحافلات المستعملة المستغلة ما بين 2010 و2004. تطور الأسطول الحافلات في تراجع من قرابة 3300 2010 إلى اليوم 2900، يعني خسرنا تقريبا 400 حافلة. الطائرات المستغلة اليوم عددها 49، كانت عام 2010 59. في التسعينيات ب 28 سفينة، اليوم عدد السفن أصبح 9. إذن هالمؤشرات البسيطة جدا هي صورة تعبر عن تراجع قطاع النقل في كل المستويات في المدة الأخيرة، ولكن كذلك من تقريب 15 أو 20 سنة. الأولويات نتاع وزارتنا هي ثلاثة أولويات. في المئة يوم الأولى هي رفع العراقيل التي تغرق، تفعيل المشاريع الكبرى المهيكة لها، لي غران بروجي ستركتور، هذا الهدف الأول. الهدف الثاني هو الشروع في سياسات مجددة للتنمية المستدامة للنقل العمومي. النقل العمومي ما عادش لازم يعيش بشراء التذاكر بالسعر الحالي، إذا ما فماش سياسات تمويل أخرى بديلة. اليوم المواطن يساهم ب 25% في تمويل التكلفة للتذاكر. الدولة بالدعم تشارك تقريبا 40%. العجز الأرضية يرجع لك الشركات، يجب تمويل بديل، وعندنا مشروع سياسة بديل في تمويل مستدام لشركات النقل التي تعيش أزمات متنوعة. الهدف الثالث هو تحسين ملحوظ لجودة الخدمات في المراكز الاستراتيجية لكل مجالات النقل البري والبحري والجوي. تقدمنا بخمسة أولويات. الأولوية الأولى هي تحسين جودة الخدمات في قطاع النقل العمومي للمسافرين، شفتوا معاناة الناس. الأولوية الثانية هي تحسين نوعية الخدمات المقدمة في مطار تونس قرطاج. الأولوية الثانية هي تحسين جودة الخدمات بميناء رات. رابعا هي رفع القيود لاستحداث المشاريع المهيكة الكبرى. خامسا هي تقريب الخدمات الإدارية من المواطن. تحسين جودة الخدمات في مجال النقل العمومي للمسافرين. الإجراء الأول هو متابعة تسريع الإجراءات المتعلقة ببرنامج تجديد وتطوير الأسطول والشروع في تسلم الحافلات المبرمجة. هما قلنا هنا اللي عمل برنامج اقتناء حافلات أعداد كبير مئات، ولكن ماهوش كافي. ماهوش كافي لأنه الأزمة عميقة. كذلك سيقع اللجوء إلى شراء حافلات مستعملة. الإجراء الثاني هو النظر في ملفات إعادة هيئة المؤسسات العمومية التي تعيش صعوبات مالية. الإجراء الثالث هو مواصلة متابعة تنفيذ برنامج تحسين الخدمات
لكل وسائل النقل العمومي وخاصة نظافة وسائل النقل والمحطات وجودة الاستقبال. 2. مظهر وسلوك السواق. 3. التقليص في ظهر الدخلاء ونقل العشوائي غير المرخص فيه. 4. القضاء على ظاهرة الانتصار العشوائي بالمحطات، وهذا الذي فيه. الإجراء الثاني هو تحسين نوعية الخدمات بميناء رأس. عندنا 6 إجراءات. الإجراء الأول هو تنفيذ مخطط استغلال المسطحات ومثال التنقل داخل الميناء. هو l'exécution du plan d'exploitation. 2. الترفيع في جاهزية معدات الشحن والترفيع والتفريغ إلى نسبة 85% مقارنة ب 70% بداية سنة 2015. الإجراء الثالث في هذا المجال هو المحافظة على نسبة مردودية تبلغ 12 محاولة في الساعة. 4. إنهاء دراسة تهيئة المسطحات والشروع في إجراءات الصفقة. 5. إعداد ملف طلب العروض لإنجاز الرصيف الجديد بطول 35 متر. Préparation de l'appel d'offres pour les quais 8 et 9. 6. الشروع في إجراءات إعادة تشغيل الحد الحديدي لنقل الحاويات من ميناء رابس. يلزم ميناء رابس يكون قادر على بعض قطارات تحمل دي كونتينر. الإجراء الثالث هو تحسين الخدمات بمطار تونس قادر. شفتوه في الشركة. عندنا 11 إجراء. 11 مليون. الإجراء الأول هو استغلال كافة المكاتب المتوفرة لإتمام الإجراءات الأمنية. 2. التنسيق والإحاطة بالمسافرين عند الترابط بين الخطوط الداخلية والدولية. On va mettre en place une zone de transit où tu trouves محترمة. هي إضافة نقطة ثالثة، إضافة نقطة تفتيش أمني لمنطقة المغاربة لتلافي الاحتضار. 4. فرض احترام منع التدخين لبعض المطار. 5. إضافة فضاءات مختصة للمدخنين بالمنطقة المقيدة. 6. ربط البهو الداخل للمطار بشبكة الإنترنت بالواي فاي. 7. وضع وتنفيذ منظومة لتأمين سلامة الأمتعة باش تتأكد كيفاش قاعد تتم السرقة. راهي شبكات ماشي وزير، ماهوش شخص، ماهوش أشخاص، هم مجموعات منظمة ومرتبطة ببعضها. 8. تنظيم محطة سيارات الأجرة من خلال الاعتماد بطاقات خاصة. هذيك ديكارت مانيتيك ويخرج القيادات. 9. تحسين وتكثيف النقل العمومي من المطار والى المطار باش يوفروا الكثير نقل عمومي من المطار الى ضواحي اخرى ومن الضواحي الى المطار. 10. اعاده تنظيم مثال الجولان امام المطار لتحسين سيولها. 11. هو تجميل أحواز المطار. مشروع مترو ستاكس لمترو ستاكس 400,000 مستعد في الأفق. إصدار الأمر المتعلق بإحداث المؤسسة التي ستشرف على إنجاز المشروع. المشاريع الكبرى المهيئة هي ميناء جرجس، القيام بعملية جهر الميناء لإصلاح الرصيف البترول.